طبعا هذا وجودي هنا وعلى شرف كبير كبير جدا مثل بلدي الثاني وهو المغرب، خاصة في وضعية يعني ما نقولوش صعبة كما الكرة سهلة، إن شاء الله تكون السهولة وإن شاء الله ندافعوا نوقفوا يعني مع الشقيق المغرب الشقيق يعني حتى الدقيقة الأخيرة، ويعني فيه تبارك الله إمكانيات. طبعا ما غاديش نمثل المغرب، فيه المغرب العربي، فيه الجزائر الشقيق، فيه يعني افريقيا، يعني هذا شرف ليا كبير وانا نهضر على بلدي الثاني وهو المغرب.